نفتح الآن صفحة فنية ونرحب بضيفنا الفنان دوريد لحام. أهلا بك أستاذ دوريد. أهلا صباح الخير. يعني شكرا لوجودك معنا في صباح العربية. دعنا طبعا حديثنا طويل وفي عنا كثير أسئلة نسألك إياها، ولكن دعنا نبدأ من الكتاب، كتاب الأطفال دجاجة باقبيق اللي أنت حطيت صوتك على ورويتها بتسجيل مرفق. طبعا إذا تسمح لي أحملها حتى الناس يشوفوها. شو اللي خلاك، يعني شو اللي جذبك بهذه الرواية حتى قبلت أنك تحط صوتك عليها وترويها؟ هو مش بالضرورة هذه الرواية وهذه القصة، بس اللي جذبني من مسألة الطفولة، يعني أنا منحاز لمسألة الطفولة ومنحاز لمسألة القراءة، أن الطفل يقرأ. وتصادف يعني أنه التقوا الرغبات مع بعض في دار كلمات اللي هي أنتجت هذه المجموعة، بأنه بيحاولوا يجيبوا صوت فنان يقرأ، حتى الطفل لما بده يقرأ الرواية أو القصة حاطت السي دي وعم يسمع الصوت، صوت الجملة، يعني صوت الكلمات اللي عم تنقرأ، فبالتالي حاستين بيشتركوا بالتركيز، عيونه اللي عم تقرأ والصوت. فلما بيجي مثلا صوت لنقول دجاجة ومكتوبة دجاجة، بيربط بين الصوت والكلمات والرسم والكلمات. هو يعني هذا الموضوع تعرفي المتعة بتزيد لما بتشترك حواس أكثر. صح. الإنسان له خمس حواس، فهالخمسة كل ما اشتركوا حواس أكثر بصير المتعة أكبر. مزبوط. مشان هيك الآن القراءة بالكتاب الخمس حواس بيشتركوا بالقراءة، بينما على الكمبيوتر نظر بس، ما في غيره. طب أستاذ، يعني حضرتك ذكرت بأنك أنت منحاز للطفولة، وهذا طبعا انحياز عادل بالتالي، بس شو السر بالفعل أنه الفنان دوريد لحام بالفعل يعني عنده وله، عنده حب شديد لمسألة الطفولة والأطفال؟ ما بس تصير بعمري بتصير هيك. لا من زمان لا لا يا روحي مو هيك. هلا انا بقول له لاحفادي، بقول لهم يا احفادي يا حبيباتي، انه انا واحد مثلي صار مستقبلي، ما عندي مستقبل قدامنا، مستقبلي صار وراي انتهى. اذا بدي اشوف مستقبلي طلع لورا. اما انتم مستقبلنا، فالاحفاد الاولاد الاطفال هن الجيل اللي بده يستلم مقاليد الامور في المستقبل، فهن مستقبلنا عمليا. وكل ما احسننا تنشئتم تهيئتم، كل ما أحسننا لمستقبلنا نحن بالتالي. هي المسألة. مشان هيك يعني لما دار كلمات طلبوا مني القراءة ركضت متحمسا وسعيد. ما عندك فكرة قديش كنت سعيد أنا عم بقرأ هذا الموضوع. هلأ الأطفال بجوز جذبهم شوي الكمبيوتر وإلى آخره، لكن لازم بطريقة ما يرجعوا أو رجعهم لمسألة الكتاب، لأنه العين بتستمتع، تلمس في إيدك الورق. صح. صوت الورق أنت عم تقلبه. صح. ريحة الحبر. ريحة. مزبوط. فالخمس حواس بيشتركوا بهذا الموضوع بالفعل. وطبعا يعني موضوع الأطفال رح يدخلنا على موضوع السينما، بدنا نشوف هذا المقطع. مدري مين مارق من تحت، في حدا مارق من ورانا أو على الأقل بده يدخلنا لموضوع السينما، لأنه آخر فيلم عملته هو فيلم الآباء الصغار، اللي أيضا بتحدث عن العائلة وفيه يعني خلينا نقول قيم اجتماعية جميلة. خلينا ندخل لموضوع السينما إذن منه. نعم. أيضا يعني أعمالك السينمائية موجودة أكيد، ولكن يعني أنت هيك شوي مقل فيها بعض الشيء. عيوني أنا لغاية هلأ رغم كل السنين يعني أو عشرات السنين ما زلت أعمل بنفسية هاوي، يعني ما عندي مشكلة الكم، مشكلة الكيف النوعية. مشان هيك يعني بقعد أوقات 4-5 سنين ما بعمل أي عمل، إذا ما لقيت عمل يعمل صدى عندي. فمشان هيك أعمالي قليلة. آخر عمل عملته الآباء الصغار وقتها أنا كمان منحاز للطفل، يعني بشكل أوتوماتيكي منحاز للعائلة، للتكوين العائلي، للأم، للمرأة، ويكفيها المرأة فخر أنها الأم وهي الوطن الأول لأي إنسان. هلا أنا بيسألوني أوقات أنت منين، بقول لهم أنا وطني الثاني سوريا، بس وطني الأول رحم أمي اللي عشت فيه بهدوء وبطمأنينة
تسعة أشهر وأنا مطمئن مع أني القعدة غير مريحة، قاعد بالمقلوب هيك وعلى عتم وبدون همبرجر وبدون موسيقى والآخر، وبعد ذلك بيبقى سعيد. مشان هيك أول ما بينزل واحد بطن أمه بيبكي بيصرخ، ما بده يترك هذا الرحم أو هذا الوطن الآمن. ومع ذلك سبحان الله يعني أحرف الرحم من الرحمة كمان، يعني رغم الوضعية اللي ذكرتها فيها رحمة. صحيح صحيح. فأنا منحاز لمسألة العائلة لأنه كل يا قلبي هلا الجدار لحتى يكون متين لازم كل حجر فيه يكون متين، صح؟ مثل السلسلة، سلسلة أيوة. الحديد متينة، خلي واحدة بس حلقة منكعك لنقول صارت كلها ضعيفة، ما عاد مو انه والله بس حلقة ضعيفة صارت سلسلة، بس صارت كلها. فلهالسبب يعني بعتبر العائلة هي اللبنة الأساسية لبناء وطن سليم. إذا العائلة سليمة يعني بالرغم من هذه النظرة اللي بتحملها وبتحاول إنك تنشرها وتشيعها، إنه في بعض من الآخرين يعني انتقدوك وقالوا إنك أنت يعني تبالغ في هذه المسائل وتعلم الأطفال الإباحية إلى ما دون ذلك، يعني شو السبب اللي خلاهم يتهموا دريد الحامد كونه يحمل هذه النظرة؟ يا قلبي لقلك كتير غبي بيكون اللي بيفتكر إنه الطفل ما بيفهم. في بعض الأحيان الطفل بيفهموا أكثر منا وسابقينا، حتى الآن على الكمبيوتر والموبايل وغيره أنا بطلع بأحفادي بغار منهم، بيعرفوا يشتغلوا على الكمبيوتر بسرعة، وعلى التليفون بتلاقي بإيد واحد يعمل لك هيك استخدم كل استخداماته، أنا ما بعرف عليه غير أون وأوف وأطلب رقم بس. فالطفل الآن تطور كتير أسرع من تطور الكبار، وكتير غبا اللي بيفتكر انه الطفل ما بيفهم. الطفل طبعا هو انسان صغير ولكن ليس هو شيء صغير، انسان صغير. واذا حاورت الطفل يدهشك بوسع افاقه بتفسيراته الكونيه الى اخره. ففي بعض الاصوات ما بدا ان الطفل يفهم، يعني اعتبروا مثلا انه والله عم بحكي فرضا مع تعرف في مدارس مختلطة صبيان وبنات، في مدارس لا، انه والله المدرسة صبيان وبنات كويس، عم تسأل طفل مثلا انه في بنات معكم بالصف ايه، في شي بنت هيك بتحبها، نوع من التحبب يعني. اعتبروا هذا إباحية، كأنه لازم الطفل يكون لا بيفهم بالعواطف لا يفهم بشي، وما بترد. ما في أصعب من السؤال اللي بيقول لك يا طفل صغير لما بيقول لك أنا ماما منين جيت؟ كيف جيت؟ كيف جيت؟ أو تفسر. يا بتقول له الأبعد خراس تقمعه، أو بتقول له الحقيقة، يا من حيث كتير بأسلوب علمي بسيط بدك تفهمه كيف إجا. وإلا بضل غبي وبيغلط بالكبر. طب أستاذ دريد، هل يعني خلينا نأخذ مثلا الأفلام السينمائية اللي أنت عملتها من التقرير للحدود للكفرون والأباء الصغار، هل مثلا بسبب ميولك لموضوع